هلا احد الاشياء المهمه جدا في اني الاقي قيمه كي، اذا بدي الاقي قيمه كي عند نقطه معينه او الاقي ان النقطه هاي بتحقق شرط الروت لوكس او لا، هم الماجنتيود كونديشن والانجل كونديشن. هلا نشوف شو هم الماجنتيود كونديشن والانجل كونديشن. خلينا نبدا من جي او اس. جي او اس هي ترانزيت فانكشن. راح افترض انه جي او اس هي مكونه من تو بولينوميالز ان او اس ودي او اس، ان نيوميريتر ودي من دينوميتر. وهذا طبعا هون راح يفرجيني شو الزيروز، وهذا راح يفرجيني شو البولز اللي موجودين. انا عندي اذا راجع بطلع راح الاقي انه الترانسفير فانكشن تبعت السيستم مسكر، ايش راح تصير؟ الكلوز لوب نيجاتيف فيدباك، راح تصير عندي كي في جي او اس ضرب جي او اس على واحد زائد اثنين ضرب جي او اس. اذا هاي راح تصير عندي كي جي او اس على واحد زائد كي هلا هذا هون البولز راح تتحقق امتى؟ لما يكون هذا يساوي زيرو مضبوط؟ حتى يصير كله انفينيتي. اذا ات اس بتساوي البولز راح يكون عندي الشرط انه واحد زائد كي جي اوف اس بتساوي زيرو او كي جي اوف اس بتساوي ناقص واحد، وراح اعوض محل جي اوف اس انه بس دي اوف اس، لانه هون انا بيهمني هلا اصير افكر في بولز وزيروز. لاحظوا الروتس تبعت ان اوف اس هي الزيروز والروتس تبعت دي اوف اس هي البولز. اذا راح يصير عندي الشرط هو نيوميريتر اوف اس على دينومينيتر اوف اس بتساوي ناقص. هلا من الاشياء اللي بدنا نتذكرها انه الزيروز والبولز باي موقع على الاس بينهم كومبلكس نمبرز. واي كومبلكس نمبر ممكن اعبر عنه بماجنتيود وزاويه، مضبوط؟ خلينا نطلع على هذا الشرط، هذا الشرط حتى يتحقق في كومبلكس نمبرز في عندي ماجنتيود كونديشن وانجل كونديشن. الماجنتيود كونديشن هو انه الماجنتيود تبع هاي الكميه بده يساوي الماجنتيود تبع هاي الكميه، والزاويه تبعت هاي الكميه تساوي الزاويه تبعت هذه الكميه. خلينا نراجع شوي فكره الكومبلكس نمبرز. الزاويه تبع الكونستنت رقم ريل للريزيستنس، بتذكروا الريزيستنس صفر تمام. ايش الزاوية تبعت ناقص واحد؟ 0. لا، الزاوية تبعت ناقص واحد 90 180. الزاوية ايش الزاوية تبعت ناقص واحد؟ الزاوية تبعت الزيرو 0 او 1. الزاوية تبعت ناقص واحد لأن ضربت في ناقص واحد 180 درجة. متذكرين الساينوسويد؟ لو انا عندي ساينوسويد وضربته في ناقص واحد شو بتحول زاويته بتصير؟ ايش هيك بصير؟ لأنه تحرك. الزاوية تبعت رقم ناقص بتساوي 180 درجة. لو عندي بتتذكروا في السيركتس كمان نفس الشيء، لما كان عندي شيء في البسط وشيء في المقام، الزاوية تبعت كومبلكس نمبر على كومبلكس نمبر شو بتساوي؟ بتساوي الزاوية تبعت كومبلكس نمبر اللي فوق ناقص كومبلكس نمبر اللي تحت، مش هيك؟ فبكون هذه ناقص هذه ناقص. خلينا الآن نترجم الماجنتيود كونديشن والانجل كونديشن حتى نطلع منهم اشياء نستفيد منها. اذا احنا عمالنا نقول اول شيء انه الماجنتيود تبعت كي ان اوف اس على دي اوف اس، شو الماجنتيود تبع ناقص واحد؟ واحد. الماجنتيود متذكرين الفيزرز؟ لو عندي فيزر زي هيك وطوله واحد، قديش زاويته؟ زيرو. قديش الماجنتيود تبعه؟ واحد. لو كان عندي هذا هون ناقص واحد، قديش الماجنتيود تبعه؟ واحد. قديش زاويته؟ 180. لو كان عندي هون واحد زي هيك بهذا الشكل اللي هو جي يعني، قديش الماجنتيود تبعه؟ واحد. زاويته؟ 90. وهذا زاويته؟ ناقص 90. اذا هذا اول شيء بالنسبه للماجنتيود كونديشن. طيب الماجنتيود تبع كي راح يضل كي، مش هيك؟ في عندي الماجنتيود تبع ان اوف اس والماجنتيود تبع دي اوف اس يساوي واحد. لكن ان اوف اس هو مكون عباره عن الزيروز، مضبوط؟ طول الزيروز. يعني هذا راح يكون عندي زد 1
Z2 magnitude على P1 magnitude P2 magnitude هذا يعني شو يعني Z1 magnitude؟ Z1 magnitude هو المسافة من النقطة أي نقطة بتقع على الروت لوكس لازم تحقق الشرط إنه المسافة ما بين هاي النقطة يعني خليني أرسم مثلا بشكل عام أرسم زيرو هون راح ارسم بول هون وبول هون مثلا وراح اخذ نقطه راح اسال السؤال هاي النقطه هل تقع على الروت لوكس ولا لا؟ اذا بدها تقع على الروت لوكس ايش لازم تحقق اول شيء؟ الماجنتيود كونديشن ولازم تحقق الانجل كونديشن نترك هلا الانجل كونديشن خلينا نطلع على الماجنتيود كونديشن اذا هاي النقطه تقع على الروت لوكس لازم تكون المسافه ما بينها حاصل ضرب المسافه بينها وبين كل الزيروز مقسومة على المسافة بينها وبين كل البولز مضروبة في كي شو تساوي؟ واحد. المسافة لأنه المسافة حتى هاي النقطة تقول تقع على الروت لوكس معناها المسافة تذكروا إنه هذه هون كومبلكس نمبر يعني هذه بين المسافة بين هون وهون هذه صارت عبارة عن المسافة هاي لو فرضنا إنه هذا P1 وهدول طبعا هم أوبن لوب بولز وأوبن لوب زيروز احنا عم نسال السؤال بنقول اذا هاي النقطه بدها تقع على الروت لوكس معناها لازم تحقق الشرط انه الطول هذا ما فيش غير 0.1 ما فيش غير Z1 مقسوم على الطول من النقطه ل P1 مقسوم على الطول من النقطه ل P2 بيساوي K في 1 اذا بدها تقع على الروت لوكس من 1 اذا في الحاله هاي لو طبقنا هذا الماجنتيود كونديشن راح يكون عندي Z1 P1 P2 مضروب في كي بيساوي 1 هاي بتكون تقع على الماجنت كونديشن اذا هذا الشرط ما تحقق معناها ما تقع على الماجنت كونديشن يعني لو اخذنا مثال من السكند اوردر سيستم اللي شفناه قبل شوي لو عندي هي الاوبن لوب بولز هي رسمنا روت لوكس كل نقطه من اللي تقع على روت لوكس فيش عندي زيرو طول مش هيك؟ فهذا رح تكون واحد. اطوال البولز، لو جينا على النقطة هاي النقطة هاي احنا عارفين انها تقع على الروت لوكس مش هيك؟ إذا واحد على طول المسافة من النقطة للبول الأول، في المسافة فوق النقطة للبول الثاني، في كي تساوي واحد، وين طول النقطة للبول الأول؟ هي. وين طول النقطة للبول الثاني؟ المسافة بين النقطة للبول الثاني؟ هاي. إذا هون صار عندي هذا الطول اللي هو P1 وهذا الطول من النقطة ل P2 صار عندي 1 أو K على P1 في P2 يساوي 1 إذا لو جيت قلت لك طلع لي K عند النقطة هذه شو كان إمكانك الآن تعمل في الرسم؟ P1 باخذ المسافة ناخذ هذا الطول كيف نقيسه؟ بالمصدر بقيس هذا الطول بالمصدر بقيس هذا الطول في المصدر اضرب الطول الاول في الطول الثاني كي عند النقطه هاي شو لازم تحقق الشرط انها كي على الطول الاول في الطول الثاني شو بتساوي؟ واحد اذا كي شو بتساوي؟ P1 في P2 بتساوي P1 في P2 يعني هي صار عندي طريقه بتتذكر حكينا قبل شوي انه هناك عندي اذا عندي بيتا معينه رسمت بيتا معينه وقست هذا الطول وقست هذا الطول ضربتهم الاثنين في بعض ما عنديش انا زيرو في الحاله هاي بس لو كان عندي زيرو كمان بكمل احنا عارفين انه هاي النقطه تقع على الروت لوكس واذا كانت تقع على الروت لوكس شو الشرطين لازم تحققهم؟ الماجنتيك كونديشن والانجل كونديشن لسه ما طلعنا على الانجل كونديشن هاي النقطه تقع على الروت لوكس فهي لازم تحقق الماجنتيك كونديشن الماجنتيك كونديشن هو انه الطول من النقطه هاي لكل الاوبن لوب زيروز مقسوم على الطول من النقطه هاي لكل الاوبن لوب بولز مضروبين في بعض مضروب في كي بيساوي واحد اذا كي بيساوي واحد في P1 على واحد في P1 P2 بعطيه قيمة K يعني أنا كان ممكن شو كنت بعمل كان ممكن أنا بديت بالشكل التالي جيت على سكند اوردر سيستم رسمت الروت لوكس تبعه خلينا حتى افرض انه مختلف الروت لوكس كان شكله هيك لما رسمت الروت لوكس رح نشوف كيف رح نرسمه اعطاني جيت سالت السؤال قلت انا اذا بدي زيتا معينه مثلا تكون 15% وطلعت منها قيمه بيتا طلعت معي بيتا زاويه
رسمت هون جبت المنقلة ورسمت بيتا هون بيتا، وين النقطة اللي بدي اياها؟ التقاطع. التقاطع. هلا بدي بسأل السؤال، هلا انا عارف انه هاي النقطة بتحقق لي الشرط، شو الشرط اللي بتحقق لي اياه هاي النقطة؟ انه بيتا لها قيمة معينة، ولأنه بيتا لها قيمة معينة انا عارف انه هذا شو بده يتضمن؟ زيتا. انه زيتا في عندي اوفر شوت معين، شو ضل هلا الاقي؟ قيمة K مش هيك؟ دلالة قيمة K عند النقطة هاي، دلالة قيمة K عند النقطة هاي شو لازم؟ أنا عارف إن النقطة هاي تقع على ضغوط لوكس، فليش الشرط اللي بتحققه؟ magnitude condition. فيش عندي زيروز هون، إذا عندي واحد على الطول هذا خلينا نسميه T1، والطول هذا خلينا نسميه T2، واحد على P1 مضروب في P2 مضروب في K تساوي بعض الوقت بجيب المسطرة بقيس هذا الطول، بجيب المسطرة بقيس هذا الطول، على فكرة هون من السيمتري، بس هاي الحالة واضح انه هذا مساوي طوله لها من السيمتري من التماثل، بضربهم الاثنين في بعض هذول بيساووا قيمة K، باجي برجع على السيستم اللي كان عندي هون وبعوض قيمة K من هاي القيمة، بكون انا حليت هاي المسألة وطلعت قيمة K المطلوبة، شايف؟ بس هو عشان هيك هو جرافيكال ميثود، ما بعمل حسابات، بعمل بالرسم، بكون راسم وفي عندي مقياس للرسم بطلع منه هاي. واضح اذا الماجنتيود كونديشن شو بقول؟ الماجنتيود كونديشن بقول اذا النقطة بتحقق تقع على الروت لوكس معناها الطول من هاي النقطة لكل الاوبن لوب زيروز مقسوم على الطول من النقطة هاي لحاصل ضرب الطول تبع كل من النقطة هاي لكل الاوبن لوب بولز مضروب في كي يساوي واحد، اذا هاي هي الطريقة اللي بقدر فيها اطلع قيمة كي بعد ما ارسم الروت دائما يساوي واحد دائما يساوي واحد دائما يساوي واحد من وين اجى الواحد؟ من هاي واحد زائد كي جي او اس احنا قلنا البولز حتى تتحقق لازم البولز تبعت هاي كلها تكون هاي تساوي زيرو قيم اس اللي بتخلي هاي تساوي زيرو بصير عندي كي جي او اس بيساوي ناقص واحد اذا كي جي او اس بتساوي واحد كماجنتيود الماجنتيود تبع هذا بيساوي الماجنتيود تبع هذا تركت الزاوية هلا لفترة بعدين نرجع للزاوية لأني أخذت الماجنتيود تبع واحد لكن محل جي او اس تعوضت انه بس جي او اس عشان اميز ما بين الزيروز والبولز فصار عندي هون الزيروز وهون البولز وهون كي وهون من هون اجت الواحد لو كان عندي حالة ثانية مثلا خلينا نفكر ب سيستم ثاني نرسمه فيه زيروز مثلا او خلينا ناخذ فكره الاستابيليتي اللي حكى عنها قدام لو جينا سالنا سؤال ثاني هون جينا قلنا عندي هاي فول بولز 3 بولز هدول الاوبن لوب بولز ايش الاوردر تبع هذا السيستم؟ 3 اوبن لو جينا رسمت الروت لوكس تبع هذا السيستم راح الاقي هذا انفينيتي بروح عندي لماينس انفينيتي هذول الاثنين بيلتقوا مش شرط يلتقوا نص المسافه بينهم حسب الرسمه بعدين بيطلعوا ايش في شيء بيهمني هون اعرفه من هاي الرسمه؟ قيمة كيل قبل يصير قيمة كيل بتخلي انا ممكن اطلعها من الراوت انا عارف انه بقدر اطلعها من الراوت بس اطلعها بطريقه مختلفه هون باجي بقول اي نقطه بتقع على هذا الروت لوكس شو الشرط اللي لازم تحققه؟ الماجنتيود كونديشن شو بقول الماجنتيود كونديشن؟ بقول انه من النقطه هاي إذا أخذت واحد على فيش زيروز هون، واحد على حاصل ضرب الأطوال من النقطة هاي لكل الأوبن لوب بولز مضروب في كي بيساوي واحد، معناها عندي النقطة هاي اللي بتهمني هون في عندي هذا الطول راح أسميه بي 1 في عندي هذا الطول وهذا رئيسه بي 2 وعندي هذا الطول بيساوي بي 3 لو جيت طلبت بي 1 في بي 2 في بي 3 على كي يساوي واحد اذا هذه قيمة كي اذا قيمة كي هاي ليش بتهمني هون؟ لانها هي ايش القيمة كي هون؟ ليش قيمة كي عندي النقطة هاي مهمة؟ هاي بتستفيد اذا انا وصلت للنقطة هاي وزدت عنها راح يصير السيستم انستيبل اذا انا بعرف اني ما اقرب عن النقطة هاي كي بالعكس لازم اكون بعيد عنها اقل من شوي لو اجينا على حالة ثالثة مثلا خلينا ناخذ حالة ثالثة لو اخذنا سيستم في بول
وبول خلينا ناخذ بول ثالث هون وزيرو. لما اجي ارسم روت لوكس ميثود لهذا السيستم بلاقي انه البول هذا بده ينتهي على زيرو وهدول الاثنين رح ينطقوا في النقطة هاي وبعدين رح يعملوا زي هيك. هلا شوفوا ايش السؤال اللي ممكن اساله. بدي اجي اقول لو انا بدي السيستم هذا بدي قيمة كيف بتعطيني اوفر شوت معين، شو بعمل؟ برسم هاي النقطة بتهمني مضبوط؟ لأنه لاحظوا هدول صاروا دوميننت بولز، متذكرين الدوميننت بولز؟ هلا باجي بسأل السؤال الماجنتيود كونديشن شو بقول لي عند النقطة هاي؟ بقول إنه هاي النقطة تقع على روت لوكس، إذا إيش لازم تحقق؟ الماجنتيود كونديشن حتى تحقق الماجنتيود كونديشن عندي اوبن لوب زيرو، إذا شو بعمل؟ بدي أخذ طول هذا من هون وراح أسميه زد 1 الطول هذا من هون هاد وهاد وهدول راح أسميهم بي 1 بي 2 بي 3. الماجنتيود كونديشن شو بقول لي؟ انه الطول زد 1 على الطول بي 1 في الطول بي 2 الطول بي 3 مضروب في كي اللي بفتش عليها بسبب هون. الان شو بعمل؟ بروح بالمسطره بقيس هذا الطول بعوضه هون، بالمسطره بقيس هذا الطول بعوضهم هون، مضروبين في كي بسبب واحد. اذا كي شو بتساوي؟ بتساوي حاصل ضرب الثلاثه بولز مقسوم على زد بتعطيني قيمه كي، وقيمه هاي رح تحقق لي اللي بدي اياه من ناحيه زيتا اللي هي الاوفر شوت. ماشي، في اسئله على هاي؟ تو زيتا وخاصه قسم زيتا.